الصحن التاني هنعمل طاجن مكرونة، ولكن الحشوة بتاعته كبدة فراخ وصدور فراخ. عفوا، هي دي ايه يا شيف يسري؟ ولا حاجة، ده اختراع بس عجبني. هنقول مقاديره وبعد كده هنشوف هنعمله ازاي. هو ده بشاميل؟ لا مش بشاميل، حاجة تانية كده على بعض، تركيبة كده حلوة هتعجبكم. هنشوفها دلوقتي ونشوف مقاديرها وبعد كده نقول هنعملها ازاي. أول حاجة عندي صدرين فراخ، نص كيلو مكرونة مسلوقة، نص كيلو كبدة فراخ متقطعة قطع صغيرة، وعندي كمان ايه ده؟ نص كيلو مكتوب نص كيلو، لا واثنين فص توم ومعلقتين من الصويا. لا خالص والله، يعني غلط جل من لا يصف. حبيبي. وعندنا كمان معلقتين صويا صوص، وعندنا كوباية من المرق، ونص كوباية من الكريمة، واثنين كوباية من الطماطم الكونكاسيه. هقول لكم عملناها ازاي، ومعلقتين زبدة وكوبايتين من الجبنة المبشورة. ونقول تاني المقادير. أول حاجة صدرين فراخ متقطعين مكعبات صغيرة، ونص كيلو من الكبدة متقطعة مكعبات صغيرة، ونص كيلو مكرونة، وكمان فصين توم، معلقتين من الصويا صوص، وعندنا كوباية من المرق، ونص كوباية كريمة، وكوبايتين من صوص الطماطم الكونكاسيه. هقول عملناه ازاي، وعندي كمان معلقتين من الزبدة، وكوباية من الجبنة كوبايتين من الجبنة المبشورة. السبرينجا طلع معانا اهو، شايفين؟ بنسيبه يتصفى كده